الكاونتر، الكاونتر ده بيزيد في نفس البيج بتاعه. خلاص كل ما بضغط على البطن انا عارف ان انا بضغط على البطن بيحصل ايه، كل ما بضغط على البطن بيروح يعمل لود تاني من اول وجديد وبعد كده ينفذ الاكشن بتاع البطن ده. طب انا عاوز اعمل حاجه ليبل كده موجود في الصفحه بتاعتي، الليبل ده عمال مثلا يديني انا كم مره عمال ادوس على البطن بتاعي. خلاص الكاونتر ده انا هعمله ازاي؟ هيجي مثلا في الكلاس بتاعي هنا بقول له انا هعمل انت كاونت. خلاص ايوه مش خاطر المحاضرات اللي فاتت اتسجلت، اتسجلت واتاخدت فيديو وصوت وكل حاجه. ايه؟ ايوه ما انا ممنوع تفتحوا، انا اللي بقول لكم ممنوع تفتحوا الفيديو في اللاب. انا اللي بقول. ايه؟ لا معلش معلش. ايه؟ اتاخدت الفيديو عشان ان شاء الله بعد كده لو في وقت من الاوقات ما كنتش فاكر المحاضره فيها ايه وانت قاعده في البيت وبتفتكر. انما وانت قاعده في اللاب لا، وانا قاعد في اللاب انا معايا الكشكول بتاعي كنت قاعد في المحاضره مركز. لا دي مشكلتكم مش مشكلتي. خلاص؟ اه تكتب. خلاص الفيديو ده ليك بعد كده عشان انا بعد كده بعد اسبوع مش هبقى موجود وانت محتاج الكورس ده بعد كده على طول، فيبقى معاك الفيديو بتاعك. انما احنا هنخش نقعد نسمع الفيديو من اول وجديد اكيد. اه ده ممكن تفتح الفيديو ان انت تبص على حاجه. لا ده في ناس بتخش في ناس بتخش تجيب الفيديو من الاول تقعد تسمع المحاضره كده في ساعتين وبعد كده تبتدي اللاب ده، وده مش صح. خلاص طيب هبتدي ادي الكاونتر بتاعي. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز كل مره كليك على البوتن، كل مره كليك على البوتن اعمل ايه؟ ازود الكاونتر. يبقى انا هاجي على البيج بتاعتي والديزاين بتاعي واروح جاي اعمل دراجن مثلا للليبل اللي انا هظهر فيه الكاونت، وهعمل دراجن كمان للمين للبطن. خلاص ماشي وتيبل لازم. خلاص اما هاجي اضغط على البطن هعمل ايه؟ انا عاوز الكاونت ده اعمل كاونت بلس بلس، وبعد كده اعمل ايه؟ اقول له الليبل بتاعك دوت تكست. ايوه اما اضغط على البطن عاوز الكاونتر يزيد. لا لا انا عاوز لما اضغط على البطن الايفنت بتاعي انا امتى الكاونتر هيزيد؟ لما اضغط على البطن. خلاص انا عارف ان اللود بتتنادى كل حاجه، بس انا امتى الايفنت بتاعي اللي انا عاوز انفذ ده الكود هيبقى فين؟ في الايفنت بتاع البطن. خلاص ماشي. طب قولوا كده يا جماعه. بس انا الرؤيه من عندي انا صعبه جدا طبعا ما كبرت الفونت يعني. ماشي يبقى انا لما اضغط على البطن هيبدا يعمل ايه؟ يملى لي التكست بالكاونتر بتاعي. حد إيه؟ حد عارف ايه الفرق ما بين السترنج والسترنج بيلدر؟ طب تدوروا ماشي. بقول لهم بقى وما فيهموش انت قلت ياسس. خلاص ماشي. وفي حاجه اسمها ريسبونس دوت ريدايركت وريسبونس دوت او ترانسفير دوت ريدايركت وريسبونس دوت ريدايركت. مفيش حد يعرف برضه ايه الفرق. انتوا عارفين ريسبونس دوت ريدايركت بتعمل ايه؟ دوروا برضه على ترانسفير دوت ريدايركت ونشوفوا بتعمل ايه وايه الفرق ما بينها وبين بعض. خلاص تاني سؤالينا، ايه الفرق ما بين السترنج والسترنج بيلد؟ السؤال التاني، ايه الفرق ما بين ريسبونس دوت ريدايركت وترانسفير دوت ريدايركت؟ لازم نتعود كده ان احنا في كل كورس احنا اكيد يعني مش كل كورس هيجي يدرس، انت مش هتاخد كل حاجه في كل كورس. او انت بتاخد الاساسيات بتاعت الماده وتبدا ماشي تخش كده لغايه ايه نص الماده ولا ثلاث ارباعها، بعد كده خلاص الكورس نفسه بيقف. بيبقى في حاجات كتير لسه مطلوبه، على الاقل ان انتوا تدوروا على النت على يعني الاسئله بتاعت الانترفيوز بتاعت السي وسي بلس بلس والسي شارب والاي سي بي دوت نت، هتلاقوا حاجات احنا ما خدناهاش في الكورس. مش لازم كل حاجه تكون اتاخدت في الكورس، بس لازم انتوا تبقوا اوير بيها. هو ده اللي بيفرق واحد عن التاني. في واحد بيسمع المحاضره بس ويروح ينام فكده المحاضره ضاعت منه، واحد بيسمع المحاضره ويكتفي بالمحاضره بس، معنى كده ان هو لو سال اي سؤال بره المحاضره مش عارف يجاوب. خلاص اللي بيفرق واحد عن واحد انت بقى قريت ايه ما خدتوش في الاي تي. خلاص طيب عملنا الكاونتر وعملنا الليبل بتاعنا، تعالى نعمل رانينج. هضغط على البطن بتاعي هيبدا يعمل ايه؟ كاونت بواحد. هضغط تاني كاونت ماله؟ ما بيزيدش، مع ان انا كاتب في الايفنت جوه ان هو يعمل ايه؟ يزيد. طب ايه حل بقى المشكله دي؟ اللود بتاعه عامل ايه في اللود بتاعه؟ يعني هياخد الكود ده احطه مثلا في اللود يعني هو ده الحل؟ لا ماشي هيعمل ايه؟ حلو. في حد جه قال انا هاجي هنا كده واقول له لو كانت دي اول مره كانت دي اول مره بعرف ازاي كانت دي اول مره بيرندر بيج ولا لا، بقول له ايه؟
اللي هي في الستيتمنت بتاعتي. تعرفي ايه هو ده الحل يعني؟ عشان اعرفه ستاتيك يبقى انا لازم اعمل مش ستاتيك بس. وبعدين وبعد ما عملت ستاتيك عملت ايه؟ تعرفين ايه المشكله ولا لسه مش عارفين؟ ايوه لازم نخزن يعني لازم نخزن قيمه الفاريبل لان البيج بيحصل لها ايه استراكشر من اول جديد. اخزن بقى قيمه الفاريبل ازاي بالطريقتين اللي احنا اتعلمناهم؟ اكيد هنا ينفعوا، شايفين ان هم ينفعوا ما ينفعوش، يبقى اكيد في طرق ثانيه. ايه الطرق الثانيه دي؟ احنا لسه عندنا اربع طرق. واحده من الطرق الثانيه دي اسهل طريقه فيهم، ان انا هعمل زي ما الفيجوال ستوديو نفسه بيعمل، ان هو بيعمل ايه؟ بيحفظ قيم الفاريبلز جوه مين؟ الفيو ستيت او الايه؟ او الهيدن فيلد. انا اقدر هنا انا كمان اعمل فيو ستيت جوه البيج بتاعتي، واخزن جوه الفيو ستيت دي الايه؟ القيمه، معنى كده ان انا ضامن ان انا لما اروح الندر الصفحه ثانيه الفيو ستيت دي هتروح مع الصفحه ولا مش هتروح؟ هتروح. يبقى انا اجي هنا كده اقول له لو كانت دي اول مره انت بترندر البيج بتاعتك بيج دوت اوز بوست باك ايكو ايكو فولس هيعمل ايه؟ لو كانت دي اول مره انا كده كده عامل انيشاليزيشن للفاريبل بتاعي بكام؟ بزيرو. فاقدر هنا كده في طريقه ثانيه اسمها فيو ستيت، اقدر اقول له اعمل لي فيو ستيت اللي هو الهيدن فيلد بتاعي خلاص دوت اد. طب انت الهيدن فيلد بتاعك هتسميه ايه؟ انا هسميه كاونتر مثلا. اقول له الهيدن فيلد بتاعك هيبقى اسمه كاونتر. طب هو شايل انه قيمه؟ شايل القيمه اللي هو جوه مين؟ جوه الكاونت بتاعي خلاص. طب انا كده ضمنت ان هو هيروح يرندر البيج ويحط القيمه دي جوه مين؟ جوه الفيو ستيت صح؟ طب لما يجي هنا بقى جوه الباتون هيعمل ايه؟ قبل ما يزود الكاونتر يبدا يريتريف القيمه من مين؟ هيريتريف القيمه الاول من الفيو ستيت وبعد كده استخدمها جوه الكاونتر. يعني اقول الاول الكاونت بيساوي مين؟ القيمه اللي راجعه من الفيو ستيت بتاعتك. طب الفيو ستيت كان اسمه ايه؟ كاونتر. طبعا الفيو ستيت دي بترجع اوبجكت، فاجي هنا كده بقصد الكلام ده لايه؟ لانت خلاص. كده انا ضمنت ان انا لما برندر البيج واخش في اول مره بيحصل ايه؟ بيحفظ لي القيمه بتاعت الفاريبل جوه الفيو ستيت. اجي اضغط على البوتن تاني يروح جاي عامل ايه؟ جايب القيمه من الفيو ستيت وحاططها فين؟ في الكاونت صح؟ ايوه كان بينادي اللود تاني. اه لا ما بضغط على البطن بيروح ينادي اللود وبعد كده ينفذ الاكشن بتاع البطن. بالظبط بزيرو. انت ما بتروحي تعملي تضغطي على البطن بيروح يكونستراكت البيج من اول وجديد صح؟ يعني الفاريبل هيرجع تاني بزيرو. ما هو يكونستراكت البيج من اول وجديد. بالظبط. هاجي ران اتفرج على القيم بتاعتي كده. ضغطت على البطن اول مره بقى بكام؟ واحد. ضغطت تاني مفيش اي حاجه بتحصل برضه، ورغم ان انا جيت في البيج لود وعملت ايه؟ وحفظت الفاريبل بتاعي في فيو ستيت. قال لك ماشي، هو انت جيت في البيج لود وهو دخل اول مره وحفظ في الفيو ستيت، مش المفروض انت هنا وانت في البطن بعد ما تخلص تعمل ايه؟ ترجعه تاني تسيبه تاني في الفيو ستيت بعد ما غيرت في قيمته. يعني اول ما ابتديت كان بزيرو حطيته في الفيو ستيت، بعد كده زودت الكاونتر هرجع اعمل ايه تاني؟ اروح جاي ماسك الفيو ستيت بتاعتي تاني دوت اد الكاونتر بتاعي ران البيج وابدا بقى اضغط على البطن يبدا يعمل ايه؟ يزود لك الكاونتر. فدي طريقه من الطرق اللي ايه؟ الجديده اللي انا بنقل فيها فاريبلز. بس الفيو ستيت دي عيبها ان هي حاجه لوكال على مستوى البيج بس، يعني زي ما انا شايف كده ان انا نقلت الفاريبل على مستوى البيج بتاعتي بس خلاص. ما ينفعش ان انا اخد الفيو ستيت دي وانقلها لبيج تاني ماشي. طيب البرفورمانس بتاعها اكيد عالي جدا، ده انت حاجه دي حاجه بس مجرد ان هو بيعمل رندر للبيج بتاعته كده كده تبقى موجوده معاك خلاص، وان هي بتتخزن جوه الايه؟ جوه الهيدن فيلد، فبيبقى صعب شويه ان انت ايه تهاك عليها، لان هو بيخزنها في متشفره كده بمجموعه كاركترز زي ما شفنا الهيدن فيلد امبارح، ان الفاليو بتاعته ما بتبقاش هي الفاليو الموجوده في الايه؟ في التكست بتاعه صح؟ هو بيكتب فاليو وبعد كده بيعمل هناك دي سيريالايز ويروح جاي من ايه؟ محول الفاليو دي تاني. الناس فاكر الكلام ده؟ لو كنت بفتح البيج بتاعتي واشوف الهيدن فيلد كان بيبقى جواه الفاليو بتاعته مش هي الفاليو اللي موجوده في التكست، هي يعني بتبقى فاليو ثانيه خلاص. هو البراوزر نفسه بينكريبت الكلام ده، وهو السيرفر بيديكريبت الكلام ده هناك
خلاص. الفيو ستيت دي احسن شويه من اليو ار ال في حاجه، هو صحيح اليو ار ال بتنقل من بيج لبيج، انما اليو ار ال كان بيتعامل مع ايه بس؟ مع سترينجز بس. لا الفيو ستيت دي ممكن تشيل اوبجكت، يعني ممكن مثلا اروح اقرا داتا سيت من تيبل ولا حاجه واحط الداتا سيت دي جوه مين؟ جوه الفيو ستيت بتاعي. خلاص ماشي كده. يبقى احنا اتعلمنا الطريقه اللي انا بنقل فيها قيم باليو ار ال، اتعلمت ازاي انا القيم باليو ستيت، موضوع البوست باك نقصها كام طريقه بقى؟ ثلاثه كمان. ازاي اسيب القيم بتاعتي في كوكي، خلاص اقدر اتريف الكوكي ده، ازاي اقدر اسيب القيم بتاعتي في حاجه اسمها سيشن وحاجه اسمها ابلكيشن فاليو. خلاص نبتدي الاول بالكوكي، ازاي اقدر ان انا اسيب القيم بتاعتي في كوكي. هنيجي كده في نفس البيج بتاعتنا دي كده، بس نكومنت الكلام ده، احنا مش محتاجين الكلام ده في اي حاجه. طيب انا هاجي في البيج بتاعتي هنا، هاجي في البيج بتاعتي واعمل ايه؟ اعمل زي ما عملت امبارح كده بالظبط، هعمل تو تكست، في واحد فيه النيم وواحد فيه الايج، وهنقل الفاريبلز دي لبيج ثانيه بس باستخدام الايه؟ باستخدام الكوكي، خلاص مش باستخدام اليو ار ال. الدنيا ساعه اول درجه دي؟ ماشي. هو لا قلنا الفيو ستيت دي باين على مستوى ايه؟ صفحه بس، يعني انت لاحظت ان انا الكاونتر اه باين على نفس يعني هو بس بيحفظ القيم بتاعت البيج وهو واقف عليها، بس ان هو بيروح يرندر نفس البيج تاني يحصل ايه؟ يلاقي القيمه القديمه بتاعتي موجوده. لا ما ينفعش استخدم الفيو ستيت في ان انا القيم بتاعتي من ايه؟ من صفحه لصفحه. تعالوا برضو نعمل دراجن كده لتو تكست بوكس، ادي الاولاني وادي التكست بوكس الثاني. خلاص هنا دخل النيم والايج وعاوز انقل القيم دي بعد ما اضغط على مين؟ على الباتون بتاعي. طيب ازاي اعمل الكلام ده بالكوكي؟ قال لك ان في اربع خمس خطوات كده لازم تعدي عليهم عشان تقدر تعمل ايه؟ تنقل الفاريبلز بتاعتك لكوكي. قال لك اول حاجه انت لازم تعرف اوبجكت من كلاس اسمه اتش تي تي بي كوكي. خلاص ده كلاس بيساعدك ان انت تكريت ايه؟ كوكي على الهارد ديسك بتاع مين؟ بتاع الكلاينت. خلاص بعد ما اسمه اتش تي تي بي كوكي، انا لسه هوريك الخطوات دي. يبقى اول خطوه انت بتعمل ايه؟ اول خطوه بكريت الاوبجكت ده، كريت الاوبجكت من الكوكي. رقم اثنين ابدا اعاد الداتا او الفاليوز بتاعتي على الكوكي ده. خلاص انا عاوز ان انا لما هرندر البيج الكوكي ده يتنقل معايا، فلازم اعاد الكوكي ده على مين؟ على الريسبونس بتاعي. الريسبونس بتاعي ده هيعمل ريدايركت، لازم اعاد الكوكي عليه. ثاني اول خطوه انا بعرف الاوبجكت بتاع الكوكي. ثاني خطوه بقيت بقى الفاليوز بتاعتي اللي انا عاوز احطها في الكوكي. خلاص تالت خطوه بعمل ايه؟ بربط الكوكي بتاعي بالريسبونس، ان انا عاوز الكوكي اما اعمل ريسبوندنج الكوكي ده هيتنقل معايا او هقدر اشوفه في البيج الثانيه. خلاص رابع خطوه بتبدا تعمل اكسبيريشن ديت للكوكي، وانت الكوكي ده اللي هيبقى عند الكلاينت ده هيتنيه موجود على طول ولا ليه وقت معين. خلاص اخر خطوه تعمل ايه؟ تعمل ريدايركت للبيج بتاعك. خلاص طيب تاني تعالوا نجربه كده واحده واحده. اول حاجه انا قلت ان انا بعرف ايه اوبجكت من الكوكي بتاعي. ازاي اعرف اوبجكت من الكوكي؟ بقول اتش تي تي بي كوكي، ده الكلاس اللي بيساعدك ان انت تعرف اوبجكت من ايه؟ من كوكي او تكريت كوكي عند الكلاينت. هسميه مثلا لوكال، ممكن ايه؟ صوت حاضر. طيب يبقى اول حاجه هستخدم الكلاس اللي اسمه اتش تي تي بي كوكي عشان ابدا اعرف الكوكي بتاعي او كاريت الكوكي عند مين؟ عند الكلاينت. خلاص ايكوال نيو اتش تي تي بي كوكي. انا دلوقتي عرفت اللي هو اتش تي تي بي كوكي لوكال ده، ده فاريبل لوكال على مستوى مين؟ على مستوى الباتون او لا هو مش لوكال على مستوى البيج، هو لوكال على مستوى مين؟ الايفنت او الفانكشن هو مكريت جواه. وبالتالي بعد ما الفانكشن دي تتدمر هيحصل ايه؟ اكيد اللوكال فاريبل ده هيتشال خالص من الميموري صح؟ طب ايه اللي هيعرف السيرفر هو فين الكوكي اللي موجود عند الكلاينت اساسا؟ خلاص؟ قال لك يبقى انت لازم هنا وانت بتعرف الكوكي تدي نيم للسيرفر، بحيث ان النيم ده يبقى موجود عند السيرفر بيريفير الكوكي ده موجود فيه. خلاص فهيجي اقول مثلا ده مثلا السيرفر نيم. خلاص دي حاجه بتنديكيت عند السيرفر الكوكي، احنا عارفين الكوكي بيتخزن فين؟ عند الكلاينت. بس ايه اللي هينديكيت للسيرفر ان الكوكي في المكان ده مثلا او اسم الكوكي كده؟ خلاص فببدا انديكيت عند السيرفر ان الاوبجكت اللي انا عرفته ده اسمه عند السيرفر هناك سيرفر نيم.
او كوكي سيرفر نيم يعني. خلاص. طيب بعد ما عملت الكلام ده خلاص انا كده عرفت الكوكي بتاعي، دي اول خطوه. تاني خطوه ابدا اعيد بقى الفاليوز اللي في تكست بوكس على مين؟ على كوكي. اقول له لوكال دوت فاليوز دوت اد هتبدا تقول ان الفاليو الاولانيه هي بتعبر عن مين، زي ما كنت بعمل في الايه في الكويري سترنج بالظبط. الفاليو الاولانيه هي النيم وباخدها من مين؟ من التكست بوكس 1 دوت تكست، صح؟ زي ما كنت بعمل امبارح في اليو ار ال. لوكال دي لا مش اسم الكوكي على الهارد ديسك، لوكال ده الاوبجكت اللي انا هقدر املاه في الران تايم. يعني انا عملت اوبجكت من الكوكي وهقدر املا القيم بتاعته وابعت الاوبجكت ده مع مين؟ مع الريسبونس. هو ليه اسم عند الكلاينت؟ ما هو يعني هو اسمه يعني بياخد هو اسم ساعات بياخد جزء من اسم البيج بتاعتك على اسم اللوكال فاريبل ده. خلاص مش لازم هو اسم اللوكال فاريبل، هو اسم نفس الفايل بتاعك يعني. احنا بعد ما نخلص هنشوف شكل الكوكي ده على الهارد ديسك شكله عامل ازاي. طيب انا كده عملت ايه؟ ادنج الفاليو الاولانيه طيب عاوز اضيف مين كمان؟ عاوز اعمل كمان اضيف على الكوكي بتاعي او على الفاريبل بتاعي كمان القيمه بتاعت الايدج. بقول له انا عندي فاريبل تاني اسمه ايدج وهياخد القيمه بتاعت مين؟ تكست بوكس 2 دوت تكست. خلاص. طيب انا كده عملت ايه لغايه دلوقتي؟ انا عرفت الاوبجكت او اللوكال اوبجكت بتاعي ودوست الفاليوز. هبدا اعمل ايه؟ اضيف بقى على الريسبونس. في الريسبونس حاجه اسمها كوكيز كده بتتبعت معاه. خلاص لازم اضيف الايه اللوكال فاريبل بتاعي ده على مين؟ على كوكي ده اللي هو مين. خلاص يبقى انا عرفت الاوبجكت بتاعي، مليت الاوبجكت بالداتا وضفت الكوكي ده على مين؟ على الريسبونس. الخطوه الجايه في خطوه اوبشنال كده ان انت بتعمل ايه؟ تحدد الاكسبيريشن تايم بتاع الايه بتاع الفاريبل بتاعك، واخر حاجه بتعمل ايه؟ ريسبونس دوت ريدايركت. خلاص. طب انا عاوز ريدايركت على ايه؟ انا هعمل بيج ثانيه مثلا اسميها بيج 2.aspx. خلاص. طب ازاي اكتب الاكسبيريشن ديت بتاع الكوكي بتاعي؟ اقول له لوكال دوت اكسباير ماشي، واحدد بقى تايم معين اقول له مثلا بعد 5 ايام دمر الايه دمر الكوكي بتاعي. خلاص. تاني الخطوات كريت اللوكال اوبجكت هو داتا انديكيت عند السيرفر، هو اللوكال اوبجكت ده يبقى اسمه ايه عند السيرفر. خلاص. بعد كده الاوبجكت بتاعي رحت جاي ماليه بالايه بالداتا بتاعتي، وبعد كده رحت جاي عامل ادنج الاوبجكت على الكوكيز بتاعت الريسبونس. خلاص. زي ما الريسبونس كده بيروح معاك كويري سترنج واقدر اخد الكويري سترنج هناك، برده الريسبونس ده بيروح معاه الفاليوز بتاعت مين؟ بتاعت الكوكي بتاعي. خلاص. بعد كده بحدد الاكسبيريشن دي، ده براحتك ده اوبشنال، دي مش خطوه من الخطوات المهمه بتاعت الايه بتاعت تعريف الكوكي. واخر حاجه خالص برندر البيج بتاعتي بقى على بيج تاني. خلاص. ليه مش دلوقتي هو الكوكي ده بيتكلم عند الكلاينت صح؟ السيرفر دلوقتي هيجي يفتح السايت ده مره ثانيه مثلا، عاوز يقرا من الكوكي الكالر مثلا بتاع الباك جراوند بتاعت البيج. طب هو ايه اللي هيعرفه يعني ان هو كاري الكوكي والكوكي ده مكانه فين على الهارد ديسك مثلا؟ خلاص. فهو بيانديكيت كده الاسم ده بيبقى عند السيرفر كده اكوردنج لليوزر ده، ان الاسم ده هو اللي هيساعد السيرفر يبدا يعرف الفايل ده موجود فين. خلاص. انما الكوكي بيتكريت فين تاني؟ الفايل بتاع الكوكي بالداتا اللي جواه بيتكريت فين؟ عند الكلاينت. خلاص. هو بس النيم اللي انا كاتبه جوه ال HTTP كوكي ده اللي بيانديكيت او بيربط يعني السيرفر بالكوكي بس. لا يعني البيج الثانيه هي بيج موجوده في السايت بتاعك ايا كان، وانت عاوزه تقري قيم موجوده في البيج الاولانيه وتعرضيها في البيج الثانيه. ما احنا عارفين ان انا مهكريت البيج الثانيه القيم اللي في البيج الاولانيه مالها؟ هتضيع. انا عارف القصه دي، السايكل بتاعت الاس دوت نت بتقول لي كده. ففي طرق كتير احنا اتعلمناها عشان اقدر انقل القيم. واحده من الطرق دي ان انا احط القيم دي فين؟ احط القيم دي في كوكي عند الكلاينت واقرا انا كسيرفر القيم دي من عند الايه؟ الكلاينت بتاعي. خلاص. طب ايه اللي هيانديكيت ليا الكوكي ده موجود فين؟ ولا انا كريت كوكي ولا ما كريتش؟ الاسم اللي انا حاطه اللي هو سيرفر نيم، لان انا عارف ان اللوكال فاريبل اللي اسمه لوكال ده هيتدمر امتى؟
بعد ما يعمل كل القصه دي ويريدايركت الصفحه بتاعتك ويحط الكوكي اللي هو اللوكال ده على الصفحه يحصل ايه؟ خلاص بعد ما خلص الكلام ده اللوكال فاريا واللي اسمه لوكال ده خلاص ضاع ما بقاش عندي خلاص. بس انا متاكد دلوقتي ان القيم بتاعتي بقت جوه الكوكي دي حاجه. رقم 2 ان السيرفر نفسه عنده اسم فوق اللي هو سيرفر نيم ده بيانديكيت الكوكي بتاعي موجود فين. خلاص اقدر بقى اروح على البيج الثانيه دلوقتي كده هاجي على السيرفر بتاعي وهي بيج 2 هاجي على البيج 2 دي ده انا عاوز اعمل زي امبارح بالظبط عاوز اعرض بس القيم بتاعت مين القيم بتاعت الفاريبلز بتاعتي بس انا عارف ان الفاريبلز بتاعتي مالها دلوقتي جايه في كوكي مش جايه في ايه في اليو ار ال بتاعي. خلاص هعمل برده تو ليبلز كده هخش في الايه في البيج لود وابدا اعمل ايه ريتريف القيم بتاعتي. خلاص انا كنت هناك في الاول كنت اول حاجه بعملها ايه بكريت اوبجكت من مين بكريت اوبجكت من الكوكي. هنا نفس الكلام هاجي برده اقول له ايه HTTP كوكي ايا كان اسمه انا هسميه برده لوكال مش مشكله يعني. خلاص طب ده انا هعرف اوبجكت جديد ولا انا هروح اريد الداتا الموجوده جوه الايه الداتا الموجوده جوه اساسا انا كده كده عارف ان الكلاينت او الكاريت عنده فايل اللي هو مين الكوكي فايل ده. خلاص هقول له زي ما كنا بنعمل امبارح برضو في الريكوست بتاعي انا عاوز اعمل ايه؟ خلاص زي ما كنت بعمل في اليو ار ال كنت بعمل ريكوست دوت ايه؟ دوت كويري سترنج لان انا عارف ان القيم بتاعتي كانت موجوده في كويري سترنج. هنا هعمل ريكوست دوت ايه بقى؟ ريكوست دوت كوكي وابدا اريفير لمين؟ للاسم بقى اللي عند السيرفر اللي هو اساسا شايل ايه؟ هو الوحيد اللي يقدر يعرف هو اساسا الكوكي اللي موجود عند الكلاين ده موجود فين؟ فهكتب برضو اسمه اللي هو ايه؟ سيرفر نيم. خلاص عرفت بقى انا استفدت من كلمه سيرفر نيم دي في ايه. اما رحت بقى للبيج الثانيه خلاص انا البيج الاولانيه ما بقتش عندي بس انا عارف ان البيج الاولانيه وانا ماشي منها راح جايه مكريته كوكي او فايل عند مين عند الكلاينت. مين اللي عارف الفايل او بيندكيت الفايل ده موجود فين كلمه سيرفر نيم دي. خلاص عاوز اعرض القيم بتاعتي اقول له ايه انا عاوز الليبل الاولاني ياخد القيمه الموجوده في اللوكال دوت دوت فاليوز وهياخد انه فاليو. خلاص برضو ممكن هو هنا برضو بيعملها في اري 0 1 برضو زي اليو ار ال او انت تكتب اسم الايه اسم الفاريبل بتاعك. نفس الكلام الليبل الثاني وعارض فيه القيمه بتاعت الايدج. خلاص كده عملت ايه تاني خطوات عرفت اوبجكت من الكوكي. خلاص عرفت اوبجكت من الكوكي عشان ابدا املى الاوبجكت ده وابعته مع ريسبونس ده اول حاجه. رقم 2 وانا بكريت الاوبجكت ده بس عملت انديكيشن كده للاسم الاسم ده يبقى موجود عند السيرفر عشان السيرفر نفسه يبقى عارف الكوكي ده موجود فين. بعد كده بدات املى الاوبجكت بتاعي بالقيم ضفت
الكوكي بتاعي اللي هو اللوكال ده على الريسبونس، بعد كده حددت الاكسبيريشن ديت، بعد كده عملت ريدايركت على ايه، على صفحه جديده، رحت في البيج الثانيه استخدمت ريكويست برده زي ما كنت بستخدمه في اليو ار ال بالظبط، عملت ريكويست دوت اي دوت كوكيز، واستخدمت الاسم اللي عندي مين، اللي عند السيرفر، لان ده هو اللي هيرجعني لمين، للداتا بتاعه الكلاينت خلاص. وبعد كده بدات بس اعرض الداتا بتاعتي في الايه، في الليبلز. طيب تعالوا نرن الكلام ده، هرجع بس اقف على البيج الاولانيه. خلاص بدأ يظهر لي البيج بتاعتي، هدخل النيم وهدخل الايج بتاعي واضغط على البتن، راح جاي عارض لك الايه، القيم في البيج الثانيه. طب فين الكوكي بقى في القصه دي كلها؟ هروح على الويندوز بتاعي، المكان اللي انا منزل في الويندوز، على السي، على الدوكيومنتس بتاعتي، اخش على اليوزر اللي شغال اوريدي دلوقتي، هلاقي عنده حاجه اسمها ايه، كوكيز. ادي الفايل بتاع مين، خلاص ادي الفايل بتاع كوكي، هاوبن الفايل ده، هلاقي القيم بتاعتي مالها موجوده ايا كان شكل الفايل، ما يهمنيش شكل الفايل موجود فين، المهم ان انا اتاكدت ان القيم بتاعتي موجوده جوه الايه، خلاص ايا كان بقى السيرفر بيعرف يقرا القيم دي ازاي، احنا مالناش دعوه بالقصه دي خلاص. لا ده الكلاينت، الكوكي بيتكلف فين، عند الكلاينت بس، الكوكي بيتكلف عند الكلاينت. انا دخلت على اليوزر اللي عامل لوجن بقى، انا ككلاينت انا فتحت البراوزر بتاعي وكريت الكوكي، رحت لقيت الفايل ده اتكلف عندي، الفايل ده ما كانش موجود قبل كده خلاص. لو عملت لو فتحت بيج 2 دي لوحدها هيحصل ايه؟ تعالوا نفتح بيج 2 دي لوحدها كده، الناس متوقعه هيحصل ايه خلاص. احنا امبارح كان بيحصل ايه مع اليو ار ال لما كنت برن البيج الثانيه دي على طول خلاص، اول ما كنت برن البيج دي مع الريكوست كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل ايرور. ليه بيعمل ايرور؟ لانه كان ما كانش كان بيسال الاول الريكوست بتاعي ده موجود ولا مش موجود، انما هنا الدنيا بقت ايه؟ انت اساسا الكوكي موجود فين؟ عند الكلاينت، وبالتالي انا مش محتاج ان انا اسال ان كان الكوكي ده متكريت ولا مش متكريت، خلاص هو كانت مره واحده البيج يحصل لها ريندرنج ايا كان مش هتفرق. خلاص؟ اكيد لو اول مره يبقى لازم اعمل السطر برده اللي هو بيقول ايه؟ ريكوست دوت كوكيز، واكتب اسم الكوكي بتاعي ان كان موجود بنال ولا مش بنال. خلاص؟ طيب ايه بقى ميزات وعيوب الكوكي ده؟ الميزات بتاعته والعيوب بتاعته، اولا هو عند الكلاينت بس هو كلير تكست، معنى كده لو في اي حد دخل على الكلاينت وعرف الفايل او ايه ده، طبعا اي حد يقدر يفتح الكوكيز بتاعت اي حد مننا، وبالتالي والدنيا عندك كلها ايه؟ دي كلير تكست، فالسكيورتي بتاعتها مش عاليه قوي خلاص، بس البرفورمانس بتاعها عالي جدا، لان حاجه موجوده فين؟ عند الكلاينت، ما فيش اي اوفر هيد على السيرفر، لا قيم بتروح للسيرفر ولا بترجع من السيرفر، وكل القصه بس السيرفر بيبقى عارف ايه هو النيم اللي بيانديكيت على الفايل بتاعه. الدنيا في الكوكي كلها ايه؟ سترينجز بس، انا ما ينفعش جوه الكوكي ان انا اخزن مثلا داتا سيت ولا اخزن اوبجكت، كل الدنيا بتخزن ايه بس؟ خزن الدنيا على هيئه سترينج خلاص، يبقى البرفورمانس بتاعها عالي، بتتكريت عند الكلاينت، بتتكريت كلير تكست خلاص. الميزه بتاعتها اكبر ميزه بتاعتها ان هو ايه؟ بيقلل الاوفر هيد اللي على الايه؟ على السيرفر، وطبعا فيها نوع من انواع السكيورتي ان الداتا بتاعتك مش بتتنقل اساسا على النتورك، ودي ميزه برضه ان الداتا نفسها مش بتتنقل على النتورك، الداتا كلها موجوده عند الكلاينت. هو بس السكيورتي اختراقه في ايه؟ ان لو اي حد قاعد على الجهاز بتاع الكلاينت ده وقدر يخترق الجهاز بتاع الكلاينت هيقدر يشوف الايه؟ الكوكيز بتاعته كلها، والدنيا كلها زي ما احنا فتحنا كوكي كده الدنيا كلها بتبقى ايه؟ كلير تكست.
خلاص مش زي فيو ستيت. في فيو ستيت بيعمل ايه؟ لا هو عارف عشان فيو ستيت دي بتروح للسيرفر وكده فهو بينكريبت القصه دي. خلاص طيب ماشي. هنا كمان طريقتين خلاص، في حاجه اسمها سيشن وحاجه اسمها ابلكيشن فاريبلز. ايه السيشن دي؟ يعني الداتا مش هتنقل تاني للسيرفر، والسيرفر عنده نيم بيقول ان الكوكي ده مكوناته عامله ازاي ولا اسامي القيم اللي جواه ايه عشان اقدر انا اقراها. خلاص لو انت دخلتي بايديكي وعدلتي في الكوكي ده هيحصل ايه؟ اكيد السيرفر مش هيقدر يقرا الكلام ده. يعني لو دخلت عدلت الحاجه اللي كان اسمها نيم والايج والقصص دي، انا لما جيت كتبت الكود اللي موجود في البيج الثانيه بيقول لك ايه؟ ان انا عندي الاوبجكت وعندي جوه الايه؟ جوه الصفحه في حاجه اسمها نيم وجوه الصفحه حاجه اسمها ايه؟ ايج. انت دخلتي جوه الكوكي وعدلتي القيم دي، يعني اكيد الكوكي تاج مش هيطلع صح. خلاص ماشي اهو. ده كافي ان هو انا بروح كاري او سيرفر بيكاري الكوكي عند الكلاين ويقدر يقراه. خلاص انا ما دخلتش في حته ان انا اروح عند الكوكي واقعد بقى اغير في القيم اللي جواه. خلاص طبعا انت لو غيرت في القيم اللي جواه وحاجه تبقى ماتشد وما تغيرش فيها، يعني رحت على الايج مثلا خليته من 25 ل 40 ماشي هيعرض لك 40 برضه مش هيعترض. خلاص بس انت لو غيرت في الكودات شلت كلمه نيم مثلا، لا ما كده انت دمرتي كوكي نفسه. خلاص طيب عندنا كمان بقى حاجه اسمها سيشنز. خلاص في اي اسئله في الفيو ستيت او في موضوع كوكي ده؟ كاريتي اكتر من كوكي؟ اي ما هو يعني هو بيكاري كوكي بير سيشن، يعني انا ككلاينت هكونكت في كلاينت تاني هيكونكت فيبدا يكاريت من الكوكي بتاعي. ايه؟ لا لا هو بيكاريت وهو يعني السايت نفسه ممكن يبقى فيه هو بيكاريت هو مجرد بس كوكي واحد يندكيت الداتا بتاعته كلها، هو مش محتاج ان هو كاريت اكتر من كوكي، هو كوكي واحد فيه كل الفاريبلز اللي هو عاوزها. وقت ما يجي انا ككلاينت ريكويست البيج تاني يحصل ايه؟ خلاص ما هي القيم كلها بتاعتي موجوده جوه الكوكي ده، بقدر اقراها وقت ما انا عاوز. انا مش لازم اقرا القيم دي كلها مره واحده. ممكن اقرا جزء وارجع اقرا جزء تاني. يعني انا ما جربتش اعمل حاجه زي كده، بس انا اعتقد ان هو يعني هيقاد نفس الداتا بتاعتي على نفس الكوكي بتاعي. فايد السيرفر فايد السيرفر ليه؟ مش انا دلوقتي انا ككلاينت كريت الكوكي بتاعي ونزل عندي حلو قوي. خلاص ايه اللي يقول للسيرفر ان الكلاينت عنده كوكي اساسا مكاني؟ الاسم اللي انا بعته ده هو ده اللي يندكيت ان الكلاينت بتاعي الكلاينت بتاعي متكريت عنده كوكي او انا كسيرفر كريت عنده كوكي مش هقدر اوصله. هي دي هو ده اللينك اللي ما بين السيرفر وما بين الكلاينت في الكوكي. بس يعني جربي تعملي حاجه زي كده، انا ما جربتش اعمل حاجه زي كده. جربي شوفي هيعمل معاكي هيعمل لك فايل تاني ولا هيقعد على نفس الفايل. خلاص بس انا اعرف ان هو طبعا بير كلاينت هيكريت كل كلاينت كوكي خاص بيه. خلاص يا جماعه اتفقنا؟ طيب نتكلم بقى على مين؟ ليه؟ ايوه هي كلمه لوكال دوت فاليوز دي لوحدها اللي بترجع اوبشن لوكال دوت فاليوز. خلاص انما القيم جوه سترنج. خلاص هو المقصود بكلمه ان انا اخزن في كوكي سترنجز بس ان انا بخزن جواه سترنج، يعني ما اقدرش اخزن جواه حاجه غير سترنج. ماشي لو انت عندك باتوم مثلا ما ينفعش تخزني الباتوم ده جوه الكوكي لان الباتوم ده اوبجكت ما ينفعش يتخزن. لما ينفع اخزن مثلا الفاليو اللي على الباتوم السايز بتاع الباتوم دي الحاجات القيم اللي تنفع تتحول لسترنجز. اي سؤال تاني في الكوكي؟ طيب نتكلم بقى على مين؟ على سيشن. سيشن دي احنا قلنا معنى كلمه سيشن ان انت كل مره انا ككلاينت كل مره بكونكت على السيرفر بيحصل ايه؟ بتتفتح لي سيشن جديد. خلاص يعني ايه بتتفتح لي سيشن جديده؟ بيبدا السيرفر يحجز ميموري عنده كده للكلاينت ده عشان كل الترانزاكشنز او كل الحاجات اللي الكلاينت هيعملها تشتغل فين؟ في الميموري دي. طيب الميموري دي بتقعد قد ايه في حاله الاي سي دوت نت؟ قلنا ان السيشن بتاعتي الثانيه مفتوحه لمده 20 دقيقه، معنى كده ان الميموري بتاعت الكلاينت دي موجوده لمده ايه؟ 20 دقيقه، معنى كده ان انا ينفع ان انا اكريت شويه فاريبلز واحط الفاريبلز دي عند السيرفر وابدا اقراها طول ما انا كونكتد على السايت بتاعي؟ قال لك اه، قال لك انا ينفع اكريت حاجه اسمها سيشن فاريبلز. سيشن فاريبلز دي مش بتكريت عند الكلاينت زي كوكي، لا دي فاريبلز بتتكريت في الميموري بتاعت مين؟ بتاعت السيرفر. طبعا كده الاوفر هيد على السيرفر كبير جدا. خلاص لان انت عدد اليوزرز اللي بيعملوا كونكتنج اكيد كتير جدا، انت عندك 1000 يوزر مثلا بيعملوا كونكت كل واحد منهم على سيشن مختلف. لو انت بتكريت بس فاريبل واحد او سيشن فاريبل واحد يبقى كده هو بيكريت كام سيشن فاريبل؟ 1000 سيشن فاريبل لكل كلاينت بيكريت له الايه؟ الفاريبل بتاعه.
فموضوع السيشن فاريبل ده انا ما بستخدموش، بس ما بستخدموش الا في حاله ان الداتا بتاعتي تكون كريتيكال قوي، يعني الداتا بتاعتي كريتيكال قوي وانا مش عاوز الداتا دي اي حد يقدر عليها يعمل عليها هيك خلاص. فانا مش عمال على بطال كده وانا شغال في السايت بتاعي استخدم مين السيشن فاريبل. شكل الكتابه بتاعتها عامل زي الفيو ستيت بالظبط. ايه اما تكون الداتا بتاعتك سكيور قوي، انا الداتا اللي عندي سكيور قوي فبروح اخزنها فين؟ من كتر السكيورتي بتاعتها بروح اخزنها في السيرفر، في الميموري بتاعت مين؟ بتاعت السيرفر. دي كده مفيش حد يقدر يعمل عليها هاكينج ابدا خلاص ماشي. هي التعريف بتاعها عامل زي الفيو ستيت بالظبط خلاص. بس الفيو ستيت دي قلنا ان هي بتتخزن جوه مين؟ جوه اللوكال بيج نفسها. انما السيشن فاريبل ده بيتخزن جوه مين؟ جوه السيرفر خلاص. ازاي اعمل الكلام ده؟ دي التو بيجز بتاعتنا. هاجي على البيج ليفل 2 دي احط جواها تكست وبعته خلاص. وانا عاوز انقل القيمه اللي جوه التكست بس باستخدام مين المره دي؟ باستخدام السيشن فاري خلاص. فهاجي جوه الباتون كده واقول له اعمل ايه؟ سيشن دوت اد زي ما كنت بعمل بالظبط في مين؟ في الفيو ستيت خلاص. احدد اسم السيشن بتاعي القيمة اللي جواه اللي هي ايه؟ تكست بوكس 1 دوت ايه؟ دوت تكست خلاص. عرفت القيمة بتاعت الايه؟ عرفت اسم السيشن بتاعي خلاص، او الفاريبل، اسم الفاريبل يعني اللي متكريت جواه الايه؟ او محطوط جواه القيمة بتاعتي خلاص. ده ايه؟ السيشن ده لا هو ايه اللي لوكال على المستوى؟ لا لا ده اسم اسم الفاريبل في الميموري بتاعت السيرفر. النيم دي، كلمة نيم دي هي اسم الفاريبل عند السيرفر. لا لا دي مش توكل، دي بتانيها موجوده في الميموري بتاعت السيرفر طول ما اليوزر عامل كونكشن، طول ما الكونكشن 20 دقيقه دول، او طول ما انا عامل كونكشن يعني فاتح كونكشن ما بيني وما بين السيرفر الفاريبل ده موجود خلاص. لو اليوزر تناه ايدل لمده 20 دقيقه بيحصل ايه بقى؟ سيرفر اوتوماتيك بيروح جاي عامل ريموفنج الفاريبل ده خلاص. طبعا السيشن دي على عكس زي الفيو ستيت، احنا قلنا الفيو ستيت بتشيل اوبجكت بس موجود على نفس البيج، دي برده بتشيل اوبجكت بس موجوده فين؟ في الميموري بتاعت السيرفر. يعني مش بتشيل سترنج بس، ممكن تشيل داتا سيت او تشيل باتون، تشيل اي نوع من انواع الاوبجكتس بتاعتي حتى مهما كان، حتى لو ما كانش سترنج خلاص. اروح في البيج الثانيه اعمل ايه بقى؟ خلاص انا كده خزنت الفاريبل بتاعي، اروح في البيج الثانيه اعمل بس ليبل واعرض فيه مين؟ القيمه بتاعت الفاريبل بتاعي، اقول له ليبل عنده تكست ايكوال مين بقى؟ القيمه الموجوده في السيشن واسم السيشن فاريبل ايه؟ طبعا السيشن فاريبل ده بيرجع لك ايه؟ اوبجكت، فعملت دوت تو ستريم خلاص. نرن الموضوع ده شوف ايه اللي هيحصل. ظهر لي البيج بتاعتي، هدخل النيم. طبعا انا ما كتبتش جوه الباتون ان انا هعمل ايه؟ ريدايركت على صفحه ثانيه خلاص. انا خزنت الفاريبل بس جوه الباتون ايه؟ ما عملتش ريدايركت. هقول له ريسبونس دوت ريدايركت اسم البيج بتاعتي ديفولت 3.asbx خلاص ماشي. بس كل اللي فاهمينه دلوقتي ان ايه؟ انت ستيل لسه الكلاينت شغال اهو، الفاريبل ده ماله؟ ستيل لسه الفاريبل ده او السيشن فاريبل ده موجود عند مين؟ عند السيرفر خلاص. وانا العيوب بتاعته، او اكتر عيب بتاعه هو ايه؟ ان انت عامل اوفر هيد على السيرفر قوي. انا ما بتستخدمش موضوع سيشن فاريبل ده الا في الحالات الكريتيكال قوي، حاجه زي مثلا رقم الفيزا ولا حاجه، ده انا احطه في سيشن فاريبل خلاص. حاجه زي كده انا اقدر احطها في سيشن فاريبل خلاص. انما انت عندك الحاجات الثانيه اللي تقدر تشتغل عليها، ومنها اللي بيشيل اوبجكت ومنها اللي بيشيل سترنج، وكل واحد منها منها ليه عيوبه وليه مميزاته. فانت ما بتلجاش لموضوع سيشن فاريبل ده اللي ايه؟ الا في الحاجات الكريتيكال خلاص. ناقصنا حاجه كمان بقى اسمها الايه؟ الابلكيشن فاريبل. عندنا فايل كده بيجي اقدر كده على البروجكت بتاعي اد ليه؟ مالها؟
بيج لود بتاعت الصفحه الثانيه انا كتبت فيها ان الليبل الليبل تكست ده بيساوي قيمه اللي انا عامل سيشن شاورت على على الفاريبل اللي موجود في السيرفر بتاعي وجبت القيمه بتاعته زي ما كنت بعمل في فيو ستيت كنت بعمل في فيو ستيت فيو ستيت دوت اد والناحيه الثانيه كنت بعمل ايه فيو ستيت وما بين براكتس اسم الفيو ستيت بتاعته هنا بس دي على مستوى الايه السيشن طبعا السيشن دي بتتنقل ما بين ايه بيج وبيج مش زي الفيو ستيت على بيج واحده بس خلاص اللايف تايم بتاعت السيشن دي هي اللايف تايم بتاعت الايه السيشن بتاعت اليوزر اللي هي مدتها 20 دقيقه لو اليوزر ده ايه طيب ممكن ايه ممكن اكريت اكتر من سيشن فاريبل براحتي خلاص طيب نتكلم بقى على مين كمان على الابلكيشن فاريبلز لو انا جيت كده على البروجكت بتاعي في فايل جوه البروجكت اسمه global.aspx شايفين الجلوبال ابلكيشن فايل ده ده فايل بيبقى واحد بس على مستوى الابلكيشن بتاعك كله خلاص ده فايل اسمه جلوبال ابلكيشن كلاس خلاص بيبقى امتداد ايه ASAX انت بيبقى الابلكيشن بتاعك كله الابلكيشن بتاعك كله في وان فايل بس من ده طب الفايل ده جواه ايه قال لك ان الفايل ده جواه 5 ايفنتس جواه 5 ايفنتس جوه الفايل ده ايه الايفنتس اللي جوه الفايل ده اول ايفنت اسمه ابلكيشن ستارت عندنا ايفنت تاني اسمه ابلكيشن اند عندنا حاجه اسمها ابلكيشن ايرور حاجه اسمها سيشن ستارت وحاجه اسمها ايه سيشن اند دول الخمسه ايه ايفنت ابلكيشن ستارت ابلكيشن اند سيشن ستارت سيشن اند حاجه اسمها ابلكيشن ايرور طب ايه الايفنتس دي خلاص ايوه ايه الخمسه ايفنتس دول تاني ابلكيشن ستارت يعني ايه ابلكيشن ستارت يعني كود انت عاوز تكتبه جوه الايفنت ده يرن اول مره انت بتبلش السايت بتاعك او لسه يعني انت اول مره عملت بابلش للسايت بتاعك ولسه اول يوزر هيدخل هيحصل ايه كده اكن الابلكيشن بتاعك لسه اول مره يشتغل فالايفنت ده هيفاير في اول مره طب امتى الايفنت ده هيفاير تاني لو انت رحت عملت مثلا ستارت السيرفر بتاعك خلاص يبقى الايفنت اللي اسمه ابلكيشن سيرفر ده بيفاير امتى ده بيفاير مع اول يوزر بيدخل على السايت بتاعك اول ما بعمل هوستنج للسايت اول يوزر بيدخل بيروح رايح منفذ الكود اللي جوه مين الابلكيشن ستارت خلاص طب الابلكيشن اند لو انت بتعمل ريستارت للجهاز بتاعك فانت كده عاوز تعمل ايه عاوز تعمل اند في كود معين انت عاوز تنفذه او في فايلز انت كنت مكريتها عاوز تشيلها تقدر تكتب الكود بتاعها جوه مين جوه الابلكيشن اند ده خلاص عكس الابلكيشن ستارت اول يوزر بيدخل على الابلكيشن بتاعي بيبدا ينفذ الكود اللي جوه ايه الابلكيشن ستارت الابلكيشن اند لا ده بيسجل ده هو بيعمل مجهود ميتي طيب نكمل يا جماعه تاني ما اضيف الجلوبال ابلكيشن ده بيعمل ايه؟ جواه 5 ايفنتس خلاص 5 ايفنتس دول اكيد بيفاروا في اوقات معينه وانا كاتب جوه كل ايفنت كود معين طب امتى الايفنت دي بتفاير؟ ابلكيشن ستارت اول مره بعمل هوستنج للسايت بتاعي واول يوزر بيدخل بيبدا يفاير الايفنت او ينفذ الكود اللي جوه الايفنت اللي اسمه ايه؟ ابلكيشن ستارت خلاص ابلكيشن ان ايه في وقت من الاوقات انت بتعمل ايه؟ ستارت للجهاز بتاعك هيحصل ايه؟ خلاص انت كده الابلكيشن بتاعك هيحصل له اندنج ان كل الكود او كل حاجه كانت موجوده في الابلكيشن بتاعك بكل الفاريبلز بكل حاجه دي هتطير فانت عاوز تنفذ كود معين قبل ما تمشي فبيروح رايح منفذ الايه؟ الايفنت ده طب سيشن ستارت ده كود بيتنفذ مع كل يوزر بيعمل كونكشن على السيرفر بتاعك صح؟ معنى كلمه سيشن ان في يوزر بيعمل كونكشن على السيرفر سيشن ستارت يعني كل يوزر بيعمل كونكشن مع السيرفر بينفذ الكود اللي جوه الايه؟ السيشن ستارت معنى كده ان اول مره اليوزر بيكول البيج او اول مره لسه انا عملت هوستنج للبيج وعملت كولنج ليها لاول مره هيحصل ايه؟ هيفاير الايفنت بتاع الابلكيشن ستارت وبعد كده يفاير الايفنت بتاع مين؟ سيشن ستارت طب السيشن اند وقت ما السيشن مثلا انت فتحت البراوزر وكتبت اليو ار ال وخلصت كل حاجه وقفلت البراوزر كده الايه؟ السيشن بتاعتك انتهت فبيبدا ينفذ الكود اللي جوه مين؟ السيشن ان خلاص؟ ايه؟ خامس واحد بقى الابلكيشن ايرور ده جواه ايه؟ ده ممكن تكتب كود ده بيفاير لو في وقت من الاوقات ان حصل ايرور في الابلكيشن بتاعك يعني الكلاينت شغال ولا حاجه خلاص حصل ايرور في الايه؟ في الابلكيشن بتاعك فانت ممكن تبقى عامل مثلا لوك فايل ولا حاجه زي بتاع سيكول كده ان انت تخزن فيه الايه؟
الايرورز او الاكسبشنز اللي كانت بتطلع دي عشان تقدر تهندل الكلام ده بعد كده. تاني من اول خالص ابلكيشن ستارت ده عباره عن ايفنت بيفاير مع اول يوزر بيدخل على الابلكيشن بتاعه. ابلكيشن اند خلاص بعمل ستارت او بعمل ستارت السيرفيس او كوردنج حاجه لو هي حاجه زي سيكول مثلا. خلاص كده الابلكيشن بتاعك ماله كله هيكنك بتعمل هوستنج من اول وجديد. رحت عدلت في كود وهتعمل هوستنج من اول وجديد. خلاص عملت هوستنج من اول وجديد كده اول واحد هيدخل هيروح جاي يعمل ايه؟ لا منادي تاني على ابلكيشن ستارت من اول وجديد لان الايه الابلكيشن نفسه حصل فيه ايه تغيير. خلاص الابلكيشن اند دي بتفاير في وقت ما انت بتحط التغيير ده او تعمل ستارت عاوز تعمل كود جديد وتعمل هوستنج من اول وجديد كده انت بتعمل ايه بتعمل ابلكيشن اند. سيشن ستارت مع اول مره اليوزر اي يوزر فينا بيكونكت على اي سيرفر بيتفتح له سيشن. لو انا عاوز انفذ كود مع السيشن ستارت ده بكتبه فين جوه السيشن ستارت. سيشن اند اول ما السيشن او الكونكشن بتاع اليوزر يتقطع ابلكيشن ايرور ده لو في وقت من الاوقات اي يوزر شغال وحصل اي ايرور في الابلكيشن انت تقدر تهولد الايرورز دي او تخزن الايرورز دي جوه مين تكتب الكود اللي خزنك الايرورز دي جوه الكود ده اكتبه جوه مين جوه الابلكيشن ايرور. لا لا بده بتخش على سايت في بعض السايتس كده لما بتخش عليها بيقول لك مثلا ايه انت ازاي مش عارف رقم مليون و500 هو عارف منين الكلام ده. اول ما الابلكيشن ابتدى كان عامل هو كاونتر مثلا بواحد كل يوزر بيدخل او كل سيشن بتتفتح بيبدا يعمل ايه يبقى كل مره في السيشن ستارت عمال يعمل ايه بيزود في الفاريبل ده وبعد كده بيعرض لك الفاريبل ده جوه البيج بتاعه. دي طريقه دي واحده من استخدامات الجلوبال دوت اي سي بي اكس. خلاص انا هعمل لكم الكلام ده. هنعمل دلوقتي فاريبل الفاريبل ده قيمته في بدايه الابلكيشن بتاعتي بتبقى بواحد كل مره بزود السيشن بتاعتي او بفتح سيشن جديده او كونكشن جديد الكاونتر ده بايه بيزيد. خلاص ابلكيشن ايرور لو في وقت من الاوقات ابلكيشن ان انا دلوقتي حطيت الابلكيشن بتاعي او عامل هوستنج على السيرفر ده اللي هو اس ده عملت هوستنج للسايت بتاعي نفرض السيرفر ده حصل ريستارت هيحصل ايه كده الابلكيشن بتاعي كله وقع صح. انا عاوز بقى قبل ما الابلكيشن كله يقع انفذ كود معين كنت مكاري مثلا فايلز ولا حاجه وعاوز اشيل الفايلز دي ما هي اوتوماتيك الخمسه ايفنتس دول بيتنادوا اوتوماتيك خمسه ايفنتس دول بيتنادوا اوتوماتيك يا جماعه ابلكيشن ستارت ابلكيشن اند سيشن ستارت سيشن اند ابلكيشن اند. خلاص تعالوا بقى نجرب نعمل زي الاكزامبل اللي انا بقول لكم عليه ده. في بعض الويب سايتس كده انت عاوز تعمل كاونتر يعني يدي لك عدد اليوزرز اللي بيدخلوا في كل ويب سايت. طب اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك ساعتها بقى انت هنا لازم تكاري بقى حاجه اسمها ابلكيشن فاريبل. انت عاوز تكاري فاريبل الفاريبل ده يبقى على مستوى مين؟ ده يبقى على مستوى الابلكيشن بقى بالكامل مش على مستوى بس من بيج لبيج ولا على مستوى بيج واحده ولا على مستوى سيشن. لا انت عاوز تكاري الفاريبل ده شغال على مستوى مين؟ الابلكيشن ككل. خلاص عارفين السيرفرز اللي هي محطوط فيها الكاونت اللي هو بيعد ده لو في وقت من الاوقات السيرفرز دي عملت ستارت الكاونت ده يرجع يعد من اول وجديد الا اذا كان هو في الابلكيشن اند بيخزن القيمه دي ويرجع يبقى يقراها تاني. خلاص ماشي. طيب تعالوا كده ازاي اعرف ابلكيشن فاريبل. هاجي كده جوه الابلكيشن ستارت واعرف فاريبل. الفاريبل ده هيبقى ايه جلوبال على مستوى مين الابلكيشن كله هيبقى حاجه جلوبال على مستوى الابلكيشن كله. فاعمل ابلكيشن زي ما كنت بعمل سيشن دوت اد هعمل هنا ايه ابلكيشن دوت اد وهقول له مثلا هسمي حاجه اسمها كاونتر. طيب الانيشال فاليو بتاعت الكاونتر ده بايه؟ خليها بزيرو مثلا. خلاص كده عرفت ايه؟ عرفت فاريبل. الفاريبل طبعا الابلكيشن ده بيتخزن فين؟ او الفاريبل ده بيتخزن فين؟ في الميموري بتاعت السيرفر زي السيشن بالظبط. خلاص بس السيشن ده بيبقى فاريبلز يعني على مستوى السيشن الواحده يعني اليوزر الواحد يقدر يشوف القيم دي. خلاص فكل يوزر بيبقى ليه ايه؟ سيشن فاريبل مختلف. انما الابلكيشن ده هو فاريبل واحد عامل زي جلوبال فاريبل كده اللي كنا بنعمله زمان في السي والحاجات دي ان ده جلوبال على مستوى كل الايه كل اليوزرز. خلاص طيب انت دلوقتي عرفت الايه عرفت الكاونتر بتاعك. تاني حاجه هاجي هنا انا عاوز الكاونتر ده يزيد امتى؟ كل مره في يوزر بيعمل كونكشن انا بعمل ايه بزود الكاونتر ده. كل مره يوزر بيعمل كونكشن على السيرفر بتاعي انا بزود الكاونتر. طيب خلاص نكمل. يبقى الايفنت اللي انا عاوز بقى ازود فيه القيم بتاعتي دلوقتي هيديتكت ان الايفنت ده هو مين
السيشن ستارت، يبقى هاجي جوه السيشن كده وهعرف مثلا سي ده بيساوي اروح اريتريف القيمه اللي جوه مين، هيريتريف القيمه اللي جوه الابلكيشن اللي هو كان اسمه ايه كاونتر. وبعد كده اجي في سيشن اروح جاي اعمل ايه في الكاونتر، مزود الكاونتر بتاعي وبعد كده بالظبط زي ما كنت بعمل في الباتون ارجعه تاني فين في الابلكيشن، اقول له ابلكيشن خلاص ماشي يا جماعه. في مشكله في القصه دي لغايه دلوقتي؟ يبقى انا جيت دلوقتي عرفت فاريبل، الفاريبل ده هيبقى جلوبال على مستوى الابلكيشن بتاعي كله، كل مره يوزر بيعمل كونكشن بيحصل ايه؟ الابلكيشن ده بايه؟ الكاونتر نفسه هو ده اسم الابلكيشن فاريبل. انا لما جيت فوق خالص عملت ايه؟ ده اسم الفاريبل اللي كانت عند السيرفر، الفاريبل اللي هو الكاونتر ده اسمه ايه عند السيرفر؟ ايه؟ معنى مديله زيرو، اه زيرو دي اللي نشال الفاليو بتاعته. خلاص؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا عاوز اعرض بقى القيمه دي فين؟ عاوز اعرض القيمه دي عند الكلاينت، عاوز اعرض القيمه دي عند الكلاينت. ايه؟ هو الكاونتر هيزيد امتى؟ انا عاوز اعد عدد اليوزرز اللي بيدخلوا عندي، يبقى الكاونتر ده هيزيد امتى؟ كل يوزر بيعمل كونكشن، يعني كل سيشن بتبتدي اكيد الكاونتر ده هيزيد عنه. عشان كده كاتب الكود جوه مين؟ جوه سيشن ستارت. تعالوا كده نروح نعمل بيج، والبيج دي نعرض فيها الايه؟ الابلكيشن فاريبل بتاعنا. هاد نيو ايتم. وهعمل هنا ليبل. في اللود بتاع البيج ده انا هعرض مين؟ اروح اجيب القيمه بتاعت الابلكيشن. وعرضها على الليبل بتاعي. خلاص ماشي فهمنا كده القصه. رحت عملت ابلكيشن فاريبل، الابلكيشن فاريبل ده هيتكريت امتى؟ في الابلكيشن ستار. عاوزه يزيد امتى؟ كل مره يوزر بيعمل كونكشن، فرحت رايح كاتب الكود اللي بيزود الكاونتر بتاعي. عاوز اعرض الكاونتر بقى، رحت على البيج بتاعت الكلاينت واخدت القيمه بتاعت الجلوبال فاريبل زي ما كنت باخد القيمه بتاعت السيشن بالظبط وحطيتها في الايه؟ في الليبل بتاعي. هعمل ران. ماشي كاستنج. فاريبل بتاعي بكام؟ بواحد. اقفل كده الكلام ده ورن تاني. فاريبل بتاعك بقى بكام؟ باتنين وهكذا بقى. كل يوزر هيدخل هيبدا يعدي لك ايه؟ عدد اليوزرز. طيب في حاجه تانية، حد يقدر يقول لي اعمل ايه عشان اقدر اعرف كام يوزر كونكتد دلوقتي عندي؟ يعني انا مش عاوز اعرف كام يوزر بيدخل عندي السايت. ماشي يعني دول عدد اليوزر اللي دخلوا لغايه دلوقتي، لو عملت ران تاني هيبقوا ثلاثه بالظبط. في السيشن ان اعمل ايه؟ انقص الفاريبل، فتبقى القيمه اللي ظاهره بالنسبه لي هي مين؟ هي عدد اليوزر اللي كونكتد حاليا على السايت بتاعي. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ لو انا عاوز اعرف عدد اليوزرز اللي دخلوا كلهم كنت بزود الكاونتر جوه السيشن ستارت. طب انا عاوز اعرف بس عدد اليوزرز اللي هم كونكتد حاليا. طب انا هعرف ازاي؟ يبقى اكيد الناس اللي بتعمل ديسكونكت دي اكيد انا بروح على سيشن اند واعمل ايه في الاكونت بتاعي؟ بنقصه. خلاص؟ طيب في حاجه كمان، انا لكل هو منين بيعرف ان هي دي السيشن او هو ده نفس الكلاينت؟ يعني انا جيت ككلاينت عملت انيشيشن فبدا يعمل لك هو سيشن. لما تيجي انت تكوست حاجه من البيج تاني هو بيكاريت سيشن جديده ولا هي نفس السيشن؟ على حسب ايه؟ نفس السيشن. يعني انا دلوقتي كيوزر عملت 20 30 ريكويست، هو بيكاري كام سيشن؟ مش احنا قلنا زمان كده في ال HTTP 1.1 كله شغال له اللي هو 1.1 بيعمل ايه؟ هو كونكشن واحد وانت بتعمل ريكويست. هو كونكشن واحد وانت بتعمل ريكويست. طب هو ازاي بيعرف ان هو ده اليوزر اللي هو يعني ده ريكويست جاي من يوزر هو ده اليوزر اللي شغال دلوقتي؟ بيدي لكل سيشن حاجه اسمها سيشن اي دي. خلاص؟ روحوا بقى اقعدوا اما نرجع ان شاء الله، روحوا اقعدوا مع دكتور محمد شويه اما نرجع نشوف اي موضوع سيشن اي دي.
اسمه زي ما كنت بقول له قبل كده، كنت بقول له